أهلا بكم. البداية بملف العلاقات المصرية السنغالية في ضوء زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال للقاهرة. زيارة تعكس استراتيجية العلاقات التاريخية والعريقة بين البلدين وتهدف لمزيد من التنسيق بشأن قضايا القارة السمراء. عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات منفردة مع الرئيس السنغالي ماكي سال عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وقد رحب الرئيس السيسي بالرئيس السنغالي ماكي سال في مصر معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك الذي يربط بين البلدين. وحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فقد أكد الرئيس السيسي خلال المباحثات حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين. كما أشاد السيد الرئيس بمجمل العلاقات مع السنغال فضلا عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات وفي إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات. من جانبه أكد رئيس السنغال الحرص على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية ما بين البلدين، ومشيدا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في السنغال وقطاعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية. كما أكد الرئيس ماكي سال الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك، خاصة في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية السنوية القادمة، إلى جانب ما تشهده القارة الإفريقية بشكل عام ومنطقتي الساحل وشرق إفريقيا على وجه الخصوص من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضا التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد الإفريقي العام الجاري. هذا وقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر الاتحادية الرئيس السنغالي ماكي سال. كما أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، تم عزف السلمين الوطني واستعراض حرس الشرف. كما شهد الرئيس السيسي ونظيره السنغالي ماكي سال توقيع عدد من مذكرات التفاهم ما بين البلدين. شملت مذكرات التفاهم مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار، وكذلك مذكرة تفاهم في المجال الثقافي، وأيضا مذكرة تعاون في مجال الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي وزارات السفر الدبلوماسية جوازات السفر الدبلوماسية بين وزارتي الخارجية المصرية ونظيرتها في السنغال. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما يجمع مصر والسنغال من روابط تاريخية ممتدة، وتطلعه للمزيد من التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما وللقارة الإفريقية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السنغالي ماكي سال، أشار الرئيس السيسي إلى أنه بحث مع الرئيس السنغالي العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وأيضا الاستثمارات ما بين البلدين. وفيما يتصل بمشاورتنا اليوم، فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال تأتي بالتزامن مع قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على قرب توليه تلك المسؤولية. كما أكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لرئيس السنغالي ماكي سال خلال فترة رئاسته للاتحاد، وثقة في قيادته الحكيمة للعمل الأفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات. تتزامن زيارة أخي الرئيس ماكي سال مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأود أن أتقدم لفخامته بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسة الاتحاد وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة. نجدد عليكم التحية مشاهدينا، لازلنا نتابع أصداء زيارة الرئيس السنغالي إلى القاهرة. في هذا الصدد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان وصول اللقاحات إلى الدول الإفريقية كافة. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية العمل على توطين صناعة اللقاحات في القارة الإفريقية والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن الدول الإفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي. ولقد ناقشنا تأثير جائحة كورونا على القارة الإفريقية، حيث أكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ كافة الدول الأفريقية للقاحات والعمل على توطين صناعتها في القارة والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن دولنا الإفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تبادله لوجهات النظر مع الرئيس السنغالي ماكي سال بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد الرئيس السيسي على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الإفريقي، مؤكدا استعداد مصر لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الإفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا لتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية. وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، ذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع نظيره السنغالي ماكي سال تناولت رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل. كما تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بملف سد النهضة، واستعرضت مع فخامة الرئيس السنغالي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل، حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانوني
عادل ومتوازن وملزم. نظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، زيارة هامة لرئيس السنغالي ماكي سال إلى القاهرة، إذن مغزى هذا الانعقاد وتوقيت الزيارة؟ طبعا يعني إحنا هنا يعني بنتحدث عن في رغبة قوية لدى الدولتين، مصر والسنغال. السنغال تريد أن تقوي رابطها الاقتصادية مع مصر وتستفيد من التجربة التنموية اللي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة. على الجانب الآخر هنلاقي أن مصر يعني بتحاول تقوي رابطها مع دول غرب أفريقيا ودول الساحل الغربي، وبالتالي على اساس بنعتبر ان السنغال من الدول الكبرى هناك، وان يمكن يعني بنحاول ان احنا نزود، او الدوله المصريه بتحاول انها تزود حجم تجارتها مع تجمع الايكواس. تجمع الايكواس الذي لا يعلم هو تجمع غرب افريقيا في 15 دوله، يمكن تاتي على راسهم بوركينا فاسو وغانا والسنغال وباقي الدول التي تجد في غرب افريقيا. كمان يعني تجمع الايكواس نقدر نقول عليه من التجمعات النشطه اقتصاديا الى حد ما، كمان رغم ان هو تجمع يشمل 15 دوله من دول الغرب الافريقي، لكن مصر تعتبر عضو مشرف في هذا، عضو مراقب عفوا، تاخذ صفه عضو مراقب في هذا التجمع الهام، وده كان يدل على يعني اهميه مصر والدور اللي بتلعبه في القاره الافريقيه. انا قلت يعني يمكن ان حجم التجاره بين مصر وبين السنغال لا يتناسب مع قوه العلاقات بين الدولتين اللي الدوله المصريه بتحاول انها تزودها الى حد ما وبشكل كبير. يمكن يعني تتراوح حجم التجاره بين مصر وبالسنغال من 30 مليون دولار في عام 2015 الى 65 او 68 مليون دولار في عام 2018 و19، وبالتالي احنا بنشايف يعني ان الرقم ده ضعيف طبعا وضئيل يعني، وتسعى طبعا الدوله المصريه انها تكون السنغال نقطه انطلاق لصادراتها لباقي الدول الافريقيه. طبعا يعني حجم التجاره مع السنغال تقريبا 95% منه او اكثر كمان 96% هي صادرات مصريه للسنغال. مصر
بتصدر للسنغال مواد البناء والسيراميك والادوات الصحيه وبعض المنتجات الكيماويه والاسمده والدواء وبعض الملابس الجاهزه والسجاد والسلع الغذائيه المصنعه، في حين ان احنا واردتنا من السنغال يمكن بتتركز في الاسماك، لان السنغال من الدول التي يعني من الدول التي تصدر ومنتج جيد للاسماك. ايضا يعني بالنسبه للاستثمارات المصريه في السنغال هنلاقي ان في مقارب من 10 شركات مصريه تعمل في السنغال في مجالات زي البنيه الاساسيه والاتصالات والخدمات والزراعه وخلافه، بالاضافه لان مصر يعني كانت ضيف معرض دكار الدولي ويمكن شاركت فيه اكثر من 20 شركه مصريه علشان تحاول تعمل نوع من انواع الترويج للمنتجات المصريه هناك، بالاضافه لان يعني في قطاع الطاقه نقدر نقول عليه من القطاعات الهامه اللي السنغال ترغب بشده ان هي تتعاون فيه في مصر. تاتي يعني الاهتمام بقطاع الطاقه لان السنغال على الرغم انها دوله يمكن في السنوات الاخيره حققت معدلات نمو جيده الا انها يعني لديها ربع عدد السكان تقريبا يفتقدون لمصدر من مصادر الكهرباء، وبالتالي يعني فكره تجربه مصر في قطاع الكهرباء خاصه في قطاع الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده، لان السنغال بتعتبر من افضل دول غرب افريقيا للمزارع الشمسيه، وايضا مصر في منطقه شمال افريقيا والشرق المتوسط، كان حتى في مسؤول كبير رئيس الوزراء السنغالي من بضعه سنوات جزر محطة بنبان للطاقة الشمسية، وبالتالي ان نقل تجربة محطات الطاقة الشمسية ومزارع الطاقة الشمسية نعم. تعتبر من التجارب التي هذا ما توج ايضا بمذكرة التفاهم التي انعقدت في مجال الطاقة اليوم ما بين الدولتين الصديقتين، لكن ايضا حدثني عن ما يخص ملف سد النهضة، رئاسة السنغال المرتقبة للاتحاد الافريقي وقضايا تخص القارة الإفريقية بشكل عام وما تفرضه جائحة كورونا عليها. طبعا احنا هنا يعني احنا هنا في انتظار ان السنغال يعني كالرئيس القادم للاتحاد الافريقي، وبالتالي طبعا يعني الاتجاه لدى الافارقه الان في مزيدا من التكامل ومزيدا من الحلول الافريقيه لمشاكلنا، واظن طبعا يعني ان السنغال والرئيس السنغالي يعني هيلعب دور كبير خلال رئاسته للاتحاد الافريقي في ان هو يقرب وجهات النظر وفي فيما يخص ازمه صد النهضه، خاصه يعني على الجانب الاخر ان الجانب المصري يعني ابدا استعداده ذاته لدعم جهود التنميه في اثيوبيا او في اي دوله افريقيه، وان يعني العلاقات او التعامل في نهر النيل هو مزيدا من التكامل الاقتصادي والتعاون بين كل الدول التي تطل على نهر النيل. مصر دائما تتبنى مبدا التعامل والتكامل ومزيدا من التنميه للجميع. نعم، ايضا النظم الصحيه وجائحه كورونا، توطين الصناعات فيما يخص العلاجات الخاصه بكورونا، وايضا تناول اللقاحات كحق لشعوب الدول الافريقيه. يعني طبعا احنا زي ما كنا بنقول ان مصر كانت من اوائل الدول اللي هي يعني نادت ان يكون اللقاح متاح للجميع، وان حقوق الملكيه الفكريه تبقى من حق جميع الدول ان هي تقدر تصنع اللقاح. طبعا في عجز كبير في لقاح كورونا ولقاح كوفيد لمختلف انواعه في الدول الافريقيه، وبحكم ان مصر من الدول اللي خدت اكثر من رخصه سواء رخصه اللقاح الروسي تصنعه او اللقاح الصيني انها تصنعه في مصر، فبالتالي واحنا بحكم ان احنا لدينا بنيه تحتيه جيده في مجال صناع اللقاحات والامصال، فاظن يعني ان ده ايضا هتكون صادرات الادويه وصادرات اللقاحات والامصال هتكون من الصادرات اللي هيكون ليها دور كبير في العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين مصر والسنغال القادمه ان شاء الله. بناء الكوادر البشريه وتبادل الخبرات. يعني احنا برضه بنقول ان التجربه التنمويه المصريه بحكم ان احنا دايما بننظر اليها كانها تجربه رائده، والجانب السنغالي يسعى بشده في هذا المجال، احنا ايضا عندنا على البعثات الثقافيه والتعاون في المجال الثقافي والقوى الناعمه، الازهر الشريف حاضر بقوه في السنغال، يمكن الطلاب السنغاليين موجودين في الازهر الشريف ما اقتربوا من 300 بعثه دراسيه سنويا تقدم الى السنغال، وده يعني بيكون له انعكاساته الجيده على قوه الروابط بين مصر وبين دول غرب افريقيا بصفه عامه والسنغال بصفه خاصه. يمكن كان شيخ الازهر اعلن في تصريح سابق منذ بضعه شهور ان هو الازهر عنده استعداد انه ينشا مزيدا من المعاهد الازهريه والمراكز الفكريه التي تنشر الفكر الازهري والاسلامي المعتدل في منطقه غرب افريقيا، وده ايضا جانب يعني يهتم به ايضا ده جزء يهتم به الجانب السنغالي، لان طبعا التدريب ورفع الموارد ورفع كفاءه المواطنين السنغاليين ده جزء
عاوزة أيضا تهتم بالدولة المصرية. وكان الرئيس المصري حتى أعلن في أكثر من مؤتمر فيما يخص الشأن الأفريقي أن مصر تدرب وتعلم وتقوي الأفراد والشباب الأفريقي بشكل مستمر. أشكرك جزيل الشكر الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. شدد الرئيس السنغالي ماكي سال على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع مصر. وأشار الرئيس السنغالي إلى العمل على تكثيف التعاون بين القاهرة ودكار من خلال توقيع اتفاقات في مجالات مختلفة من بينها الطاقة والنقل والكهرباء. نحن اتفقنا حول موضوعات ذات اهتمام مشترك ثنائية ومتعددة الأطراف سويا. نود أن نعزز وننوع التعاون السنغالي المصري سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد قطاعاتنا الخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات التي وقعتها الأطراف الوفدين التابعين لنا في إطار هذه الزيارة والتي تنص على الإعفاء من تأشيرة لحاملي أجوزات السفر الدبلوماسية وأجوزات السفر المهمة، وفي مجال الطاقة والكهرباء والرياضة والآثار والمتاحف. كما أكد الرئيس السنغالي ماكي سال على ضرورة توصل اتفاق بشأن سد النهضة يستند على التفاهم وتحقيق المصالح المشتركة. وأوضح سال أن المباحثات مع الرئيس السيسي تناولت مناقشة مشكلة القارة الإفريقية، وأكد على ضرورة أن يكون للقارة صوت واحد، مشيرا إلى أن مصر دولة صوتها مسموع في كل أنحاء العالم، واصفا إياها بدولة المستقبل. تحدثنا عن سد النهضة وعن ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أقصى وأفضل يرتكز على التشارك بين الدول. وقد هنأت السيد الرئيس السيسي لزعامته التي تأتي في إطار الدول الأساسي الذي تلعبه مصر في إفريقيا وفي العالم بأسره. إن مصر دولة حضارة قديمة لامعة، إنها دولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها. إن مصر يستمع إليها بإنصات وباهتمام بالغ. إن مصر دولة المستقبل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قيام الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، تأثيرا على المواطنين في التنقلات ومنع التكدسات المرورية وفتح محاور جديدة للتنمية. وخلال تفقدي لأعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والممتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي، أشار مدبولي إلى أهمية استمرار الحفاظ على الكفاءة الفنية والإنشائية لهذه المشروعات وفقا للتوجيهات الرئاسية، أخذا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق التيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي
لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT. أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتتواكب وعملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا. وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة بطول 18.5 كيلومترات تشمل 4 محطات. أعلنت وزارة الصحة استقبال 3,999,360 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسترازينيكا مقدمة من المملكة المتحدة عن طريق آلية كوفاكس وبالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال ولقاحات جافي. هذا وقد أعرب السفير البريطاني لدى مصر عن التزام المملكة المتحدة بضمان التوزيع العادل والمنصف للقاحات للجميع ومواصلة دعم بلاده لمصر للتصدي لهذا الوباء. يشارك وزير الخارجية سامح شكري غدا في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والذي تستضيفه دولة الكويت رئيسة للدورة الحالية رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية ذلك على المستوى الوزاري. تهدف مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المشترك ذلك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية. كما سيلتقي وزير الخارجية على هامش الزيارة بعدد من وزرائه العرب لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك. يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن هذا الاجتماع الوزاري هو اجتماع تشاوري غير رسمي لا تصدر عنه قرارات بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات. عراقيا أكدت وزارة الدفاع العثور على خزانات معدة للتفجير مع صواريخ ومعدات أخرى في محافظة صلاح الدين. وقالت الوزارة إنه تم البدء في تنفيذ عملية بحث وتفتيش في منطقة العيثة بمحافظة صلاح الدين عثر خلالها على مخبأ سيارة وخندقين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي. وأضافت الوزارة أن العملية أسفرت أيضا عن العثور على 4 خزانات معدة للتفجير و9 عبوات ناسفة و6 صواريخ تالفة مع الحشوات ومرصدين لقناص ومقذوفين 150 مليمترات بالإضافة إلى لوحات سيارات معدنية. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العصومي أهمية تعزيز العلاقات العربية الباكستانية وتقويتها والارتقاء بها لأعلى مستوى وفي كافة المجالات. وخلال استقبال سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة ساجد بلال دعا العصومي إلى دعم التقارب بين الجانبين بما يحقق مصالحهما وموضحا في نفس ذات الوقت أن التحديات التي تواجه الدول العربية وباكستان هي تحديات كبيرة وهو الأمر الذي يتطلب تقوية أواصر التعاون بين الجانبين. من جانبه أكد السفير الباكستاني بالقاهرة حرص بلاده على تقوية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية مثمنا الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى باكستان والتي ساهمت بدورها بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين الجانبين.
شنت قوات الجيش اليمني هجوما على مواقع قوات الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الحوثي. أكدت قوات الجيش اليمني أن الهجوم الذي شاركت فيه أيضا المقاومة الشعبية أسفر عن تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة للقوات الحوثية، مضيفة أن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية صادروا أسلحة متوسطة وخفيفة. قال الفريق الحكومي المعني بمكافحة جائحة كورونا الروسي إن الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا تجاوزت 100,000 اليوم لأول مرة منذ بدء الجائحة. وسجلت روسيا أكثر من 113,000 إصابة يومية بالفيروس في زيادة قياسية لتاسع يوم على التوالي، أرجعتها السلطات إلى انتشار المتحور أوميكرون. وذكر الفريق أنه تم تسجيل 668 حالة وفاة جديدة في الساعات 24 الماضية، وبهذا تجاوزت حصيلة الوفيات 700,000 حالة. قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية إن كوريا الجنوبية سجلت 17,542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويمثل ذلك زيادة قياسية جديدة حيث جاءت بعد تسجيل أكثر من 16,000 إصابة في اليوم السابق وسط انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى. أعلنت وزارة الصحة اليابانية خفض مدة العزل الصحي الإجباري للقادمين من الخارج من 10 أيام إلى 7 أيام بداية من اليوم ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا. ولفتت وسائل الإعلام المحلية في اليابان إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضا خفض مدة الحجر الصحي للعاملين في مجال الصحة والقوات الأمنية وكذلك العاملين في دور رعاية الأطفال أو كبار السن من 7 أيام إلى 5 أيام فقط. في ظل جهود دولية مستمرة لخفض التصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية، يواصل مختلف القادة المعنيين اتصالاتهم وتحركاتهم الدبلوماسية لتفعيل الحوار. في هذا الإطار أشار قصر الإليزي إلى توافق الرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي على ضرورة نزع فتيل الأزمة ومواصلة الحوار بشأن الأمن الاستراتيجي في أوروبا. وسط مساعي متواصلة لحل الأزمة الأوكرانية، توافق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة نزع فتيل التصعيد ومواصلة الحوار بشأن الأزمة وفقا لما أعلنه قصر الإليزي. الرئاسة الفرنسية قالت إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي والروسي والذي استمر أكثر من ساعة أتاح التفاهم بشأن الوضع الحالي، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي لم يبدي أي نوايا عدائية بل أكد وبوضوح أنه لا يسعى إلى المواجهة. كما عادت الرئاسة الفرنسية لتشير إلى توافق آخر بين الرئيسين الفرنسي والروسي على مواصلة الحوار بشأن الأمن الاستراتيجي في أوروبا، مؤكدة ضرورة أن يكون الأوروبيون طرفاً معنياً في هذا الحوار والذي يشمل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بالدرجة الأولى. على جانب آخر، تشاور ماكرون أيضاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإعادة التشديد على تضامن فرنسا الكامل مع أوكرانيا والتذكير بتصميمها على الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد وسيادته، فيما ناشد زيلينسكي الغرب عدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده. المساعي الفرنسية تأتي مصحوبة بأخرى بريطانية، حيث يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا وفق ما أكدته متحدثة باسم داونينج ستريت، لافتة إلى تطلع جونسون للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحثه مرة جديدة على التراجع والانخراط دبلوماسيا بشأن الأزمة. يأتي ذلك فيما أكد البنتاغون أن الحرب ليست حتمية، لكنه عاد وأشار إلى أنها إن وقعت فستكون كلفتها البشرية مروعة.
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيرته الفرنسية فلورنس بارلي خلال اتصال هاتفي استمرار الحاجة إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي الناتو وسط أزمة أوكرانيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الجانبين تشاركا المخاوف بشأن تصعيد روسيا على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا، وأعربا عن دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. كما ناقشا استمرار حاجة حلفاء ناتو لإظهار الوحدة وتعزيز الحلف في مواجهة العدوان الروسي المحتمل. قال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر تامر مرعي إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي تنطلق شهريا بقرى مدن محافظة البحر الأحمر قامت بإجراء الكشف الطبي خلال شهر يناير الجاري على 1895 مواطنة. وأكد تامر مرعي أن القوافل العلاجية التابعة للمبادرة انطلقت خلال شهر يناير الجاري بمنطقة أبروق والخير شمال مدينة الشلاتين، وقضت فيها مدة يومين، وأجرت الكشف الطبي فيها على 197 حالة وصرف العلاج بالمجان. وفي محافظة أسوان تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها بقرية الدكة. وبلغت نسبة التنفيذ بمدرسة الدكة الإعدادية الجديدة 45%، كما بلغت نسبة التنفيذ بمدرسة التعليم الأساسي 40%، في حين وصلت نسبة تنفيذ مجمع المصالح الحكومية إلى 50%. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عام 2021 جاء في صدارة الأعوام من 2014 إلى 2021 في مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق بنسبة بلغت 23.5%، وذلك مقارنة ب 22.9% عن عام 2020. جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز في إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021 لتسليط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك نفذ 2000 مشروع صغير ومتوسط، ذلك خلال شهر ديسمبر لعام 2021 في مختلف محافظات الجمهورية بإجمالي قروض تصل إلى 400 مليون جنيه. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروعك ساهم في توفير 20,000 فرصة عمل للشباب، موجها القائمين على مشروعك بضرورة تكثيف حملات التوعية في المحافظات بالمميزات والتسهيلات التي يقدمها البرنامج لتشجيع الشباب على التقدم لتنفيذ مشروعات صغيرة، خاصة مع أهمية تبني هذه المشروعات التي تلبي احتياجات سوق العمل. أعلنت وزارة الإسكان أنه جاري تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، وأشارت الوزارة إلى أنه جاري أيضا تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو والمقام على مساحة 19,244 متر مربع، ويتكون من أبراج سكنية ومسطحات تجارية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطط المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر للعام 21-22، ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية
للعام الثالث على التوالي بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21-22 ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن خطة المواطن تتبنى منهجية البرامج والأداء والتخطيط المبني على الأدلة، وتقدم معلومات مفصلة عن أهم المشروعات التنموية على مستوى كافة المحافظات. أفادت وزارة الموارد المائية والري أن أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة قامت بتركيب 4 طلمبات متحركة تعمل بالديزل ووحدة واحدة تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى وحدتي طوارئ لخفض منسوب المياه بالبحيرة. كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه في بحيرة مريوط. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تتضمن الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة وحماية الطرق المارة بها وحماية الأراضي والمنشآت بالمناطق المحيطة بها من الغرق. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال انتظام سير امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 دون أي عقبات. وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والالتزام. هذا كما انتظمت امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات، حيث حرصت الأجهزة التنفيذية على توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب. العمليات التعليمية طبعا كلها بنقول انها تحت اشراف نائب المحافظ، وهي موجودة بنفسها مع المدارس ومع اللجان، والامور ماشية كويس جدا. وانا شفت لو في اي مشكلة عند اي حد الحمد لله ما فيش مشاكل. بنأمل ان شاء الله ان احنا عندنا امتحانات لمدة اسبوع، ان الجو بس ان شاء الله يساعدنا على ان احنا نكمل ان شاء الله بنفس المستوى بتاع النهاردة. يمكن احنا عارفين ان احنا في تقلبات جو دلوقتي في الفترة دي، ولكن في النهاية الحمد لله النهاردة الامور كانت كويسة جدا من الجو. ولكن في النهاية أنا عايز أقول إحنا خدنا إجراءات كبيرة امبارح عشان نجهز اللجان لدخول الطلبة، سواء إداريا أو لإزالة طبعا مياه الأمطار اللي كانت موجودة، ولكن في النهاية الحمد لله كلنا شايفين المنظر، حالة إدارية متميزة للجان. تتواصل فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. يأتي ذلك تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. يستمر المعرض حتى 7 من فبراير المقبل، يشهد عشرات الفعاليات الفنية والثقافية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر المعرض الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية، أبرز ما رصدته من فعاليات في هذه النسخة من معرض الكتاب الدولي. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هي نسخة ربما ليست فقط استثنائية، ولكنها هناك بها الجديد والجديد في أسلوب وطرق العرض المختلفة للجماهير وللحضور. ربما اليوم هو اليوم الثالث، وإذا تحدثنا عن الإقبال بشكل عام فالإقبال كبير جدا بالفعل، مع مراعاة على قدر الإمكان التوجيهات من إدارة المعرض بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، سواء بارتداء الكمامات أو أيضا التعقيمات الخاصة بالأيادي. أيضا إذا تحدثنا عن الإقبال الخاص باليوم الثاني فقد ازداد حتى وصل إلى أكثر من 120، ما يقرب من 130 ألف زائر لمعرض الكتاب في يومه الثاني، حتى أن اليوم الأول كان ما يقرب من 90 ألف من الزائرين، ذلك زيادة ما يقرب من 40% فقط في يومين. نتحدث أيضا عن فعاليات عديدة كما ذكرتم، ولكن المميز هنا هو استخدام الأساليب المتطورة والحديثة مثل أسلوب الهولوجرام، وأيضا عرض شخصيات المعرض عن طريق الهولوجرام، وأيضا استخدام بعض الأجنحة الرسمية مثل الرقابة الإدارية لتقنية الهولوجرام
في عرض آليات مكافحة الفساد. هناك أيضا جزء خاص بالطفل، وربما هذا ما أشاد به الجميع خلال اليومين السابقين واليوم، وهو جزء خاص وجناح كبير جدا للطفل وكتب الأطفال ومهارات الأطفال المختلفة، حيث يستطيع الأطفال أن يأتوا إلى هذا الجناح ويمارسوا يعني هواياتهم المختلفة من قراءة ورسم وتلوين. هذا بالإضافة أيضا إلى المبادرات بين الأجنحة العربية والأجنبية مع الجهات الرسمية المصرية، عدة مبادرات مثل المشروع الوطني للقراءة، أيضا هذه فعاليات أخرى للأطفال للمشاركة بالقراءة، وهناك أيضا جوائز بالفعل للفائزين في هذه المبادرات. هناك أيضا أجنحة خاصة ربما بالعاصمة الإدارية لعرض مدينة الفنون والثقافة وعرض ما الذي سيتم إنجازه في مدينة الفنون والثقافة، مع التركيز على الأوبرا التي سيتم افتتاحها هناك، وهي الأوبرا الخاصة بكفاح طيبة نقلا عن الأديب الراحل الكبير نجيب محفوظ. لذلك هي بالطبع نقاط هامة جدا جاء من أجلها ربما زوار هذا المعرض. هذا المعرض نتحدث أيضا عن الحضور، استطاعت الحضور لتوفير وسائل المواصلات المختلفة من أجل حضور المعرض في جميع الطرق والاتجاهات لمن يسأل عن الحضور لهذا المعرض. هناك أيضا الزيارات خصوصا في ظل تطور التكنولوجي والرقمي كما تحدثنا لا تقتصر فقط على الحضور الفعلي لأرض المعرض، ولكن هناك أيضا الحضور الرقمي، استطاعت الجمهور أن يحضر هناك الجولات الافتراضية على المنصة الرقمية الخاصة بمعرض الكتاب، ووصلت بالفعل في ثاني أيام المعرض إلى أكثر من 40 مليون زائر على هذا المعرض، وخصوصا أيضا بالإضافة إلى حجز التذاكر عن طريق المنصة الإلكترونية، وأيضا حجز التذاكر عن طريق البوابات الخاصة بالدخول للمعرض. ربما هذه نظرة عامة عن المعرض في يومه الثالث. نعم، من مقر معرض الكتاب الدولي كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري منضم إلي ومتحدثا عن أبرز ما يميز النسخة 53 من معرض الكتاب الدولي. أشكرك شكرا جزيلا. تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة، ومنها أعمال إزالات ورفع المخلفات تمهيدا لبدء إنشاء مشروعات سكنية وخدمية لتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة التي تضم مناطق إسكان مختلفة لأكثر من 5000 وحدة سكنية و120 منزلا بدويا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى طريق دائري بعرض 40 مترا وطريق تجمعي بعرض 20 مترا وطريق شرياني بعرض 36 مترا وطريق داخلي بعرض 12 مترا. سيادة الرئيس جه هنا وعمل جولة مرة واثنين وثلاثة وإدى أوامر. الطريق اللي انت واقف عليه ده جديد، ده جديد، ده اتعمل جديد. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول نفتح الطرق ونشيل يعني بالتراضي مع الناس ومع الأهالي، عشان برضو ايه اللي بيتشال ده بيتشال اهو ليه مكان، يعني مش عايزين نرمي الناس في الشارع برضو. يعني اللي بيجي يمضي معانا عقد ومديله شقه في 500 شقه اللي موجودين هناك دول بنهد مكانه. فده النهارده شغالين فيه.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات منفردة مع الرئيس السنغالي ماكي سال، عقبتها مباحثات موسعة ما بين وفدي البلدين. هذا وقد رحب الرئيس السيسي بالرئيس السنغالي في مصر معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك التي تربط ما بين البلدين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر الاتحاد الرئيس السنغالي ماكي سال، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراضوا حرس الشرف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس السنغال ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والسنغال، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال مؤتمر صحفي مع رئيس السنغالية، رئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بصون السلم والأمن في إفريقيا. الرئيس السيسي ونظيره السنغالي يشهدان توقيع عديد من المذكرات التفاهم ما بين البلدين. مدبولي يؤكد أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة. نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. نعم، في تمام السادسة مشاهدينا جولة إخبارية جديدة. إلى الملتقى.